السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي نقدر نغير لغة التليجرام من الانجليزية للعربية او من العربية للانجليزية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا نبدأ مع بعض ونشوف الشرح. طبعا هفتح التليجرام. التليجرام عندي باللغة الانجليزية، هحوله معاكم للغة العربية. هضغط على الثلاث شرط بتوع الاعدادات، وبعد كده هضغط على كلمة سيتنج، وبعد كده هضغط على كلمة لانجويج. زي ما حضراتكم شايفين اللغة عندي لانجويج واللغة الانجليزية، هحولها معاكم للغة العربية. وكده بقى لغة التليجرام باللغة العربية. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويارب تكونوا استفدتم من الفيديو. ولو استفدتم ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.